فلذلك أيها الأحبة الكرام، إذا رأيت شخصا يؤدي الواجب وفي أثناء أداء الواجب خلل، عليك أن تنصحه. كما لو أنك رأيته لا يؤدي الواجب، تقوم أنت تصلي النهار كله ولا تراه يصلي، لا تسكت عنه، انصحه لله تعالى، عظه. هذا من باب الشفقة عليه، هذا من علامات المحبة لمن تحب لهم الخير، أن تنصحهم وأن لا تتركهم على الفساد في العمل، أن لا تتركهم على المعصية. فإذا تأمره بأداء الواجب، وإذا كان يؤديه على غير وجه صحيح تأمره بأدائه على الوجه الصحيح. فإن لم يمتثل وعرفت من نفسك أنك لو شددت عليه أكثر سوف ينفر، أو سوف يصدر منه شيء قد يخرج من الدين هذا الإنسان، فأنت بهذه الحالة أضعف الإيمان أن تنكر في قلبك، أن تنكر في قلبك، لأنك عجزت عن الأمر وعن القهر، أن تقهره على ذلك.